السلام عليكم الحباب ديالي وصحابي وخوتي. اليوم غنشارك معكم المطبخ ديالي وغنحضر واحد الوجبه سريعه وخفيفه على بركه الله. غنقدم لكم المقادير. معايا هنا مطيشات الحكل ديال لاصوص طوماط، هنايا العطريه ما بين البزار والسوداني اللي كتعجبوا لي باط حاره، وهنايا جوج فصوص ديال الثومه، وهنايا خليط ما بين السكر والملح باش نهرسوا الحموضه ديال المطيشه، وهنايا شويه ديال التحميره، ونزيدكم التلسين ورقتي الناموسه والزعتر. كذلك لعطاء مذاق بنين لي بات كنستعملوا الفرماج الحمر اللي عنده يستعمل، اللي ما عندوش ماشي ضروري. وهذه زيت العود، غنستعمل غير زيت العود في لي بات ديالنا ان شاء الله. وهنايا جوج قرقات محكوكين مطيشه محكوكه، وهذه لي بات اللي غنستعمل. لي بات اللي غنستعمل هي بات مكرونه صغيره بتوته مزيونة، وين كتعجبني كتفقع على حسب اختيار واحد شنو كيعجبو يستعمل في الطبخ ديالو. بسم الله على بركة الله. في الطنجرة كما كتشوفو معايا هنا في الطنجرة، راني حضرت الماء من قبل ودرتو على النار هادئة بدا يغلي، لأن لي بات مكنش نرميها في الماء بارد، ضروري حتى الماء يسخن. غنوريكم شنو غنستعمل معاها. غندير معاها شوية ديال زيت العود، شويه ديال زيت العود كما كتشوفوا معايا، شويه زيت العود في الماء، وشويه ديال الملح، شويه زيت العود وشويه ديال الملح. وهذه كموله ديما حاضره معايا في الفيديو، جابها باباها تغسل ليها يديها. هي معانا شويه ديال المليحه، كما كتشوفوا معايا غنبداو على بركه الله غنوضعوا مطيشه فوق النار. من بعد ما وضعنا مطيشه فوق النار، ها هي كتشوفوها معايا في الطنجره، غادي نضيفوا عليها جوج معالق ديال زيت العود، ها هما جوج معالق ديال زيت العود، معالق كبار يكونوا معالق كبار مع الخضار ديال زيت العود ديال المطيشه، البلاصه اللي غنصاوبو غنضيفو عليهم داك التحميره اللي حنا درنا، هي المطيشه البزار والهريسه والتنسين مع بطاطا كيعجبو الحار لي بات، الصوص ديال الثوم غادي نحكمو غادي نضيف داك مطيشه ديال الحب، هي عاد معلقه كبيره شنو ماشي، هي مطيشه ديال الحب تاكل. ها بما يخص وقت سيدنا موسى غندير ورقه دابا والزعتر غنخليه في الاخر. غادي نشوف الماء ديالي واش بدا كيغلي، بدا كيغلي غنوريكم معايا هنا ان الماء بدا كيغلي. غادي نلوح داك لي بات ديالي، كيما كتشوفو معايا هي مطيشة بدات كتوجد. نحركو كتعرفو أنا دايرة بقية ديال جوج الأشخاص، حيت حنا جوج أفراد في الدار ماشي كتار. بالنسبة للناس لي كتار خصها الدوبل المقادير لي أنا عطيت، يعني بالنسبة للاصوص غادي تزيد على هاد المقدار ديال لاصوص، وكذلك بالنسبة للي بات هو غادي تزيد. كيما كتشوفو معانا لي بات ديالنا هي كتغلي، كيما كتشوفو معايا هاهي لاصوص ديالنا علين توجد بس كتعسل، لي هو غير الشاي لي أنا دايرة على نار هادئة كطيب وحدة وحدة تعسل على خاطرها.
هنا اللي فضينا حتى هي غنحركوها. شنو كاميليا؟ شنو بغيتي ماما؟ شنو شنو ماما؟ ها كاميليا دايره لنا لومبيونس بسطاره بحال ديما. كنحركو ديك المكرونه باش تسخش لينا. ملي كتكون معايا كنحركوها هكا. هذاك غير معلقه صغيره وتحرقات لي يديا. غادي نجيب المغرف ونشللو. انا من عشاق اللوينات في الكوزينه. كيبان عندي اللوينات تخو شارجي ولكن من عشاق ديالهم. المهم هذا هو المطبخ ديالي. هيا بعد ما حركناها خليوها طيب على خاطر خويطراتها. كذلك غنحركو لاصو شويه ما تسقش لينا. هيا كاطيب سيئه على خاطرها كتعسل. ولالا كاميليا راه كدير شغلها تتنبش ليا. انا ماما انا قول هاك ماما. شكرا شكرا كاميليا ديما كتخوي لي الخزينات كتشقى معايا ودير لي الروينه. المهم لي ناقصه الروينه راه كاينه كاميليا. شنو ماما شنو الزعتر خلينا هو الاخر التنسين فقط. الطيشه ديالنا بدات كتوجد دابا غنضيفو ليها الزعتر صافي وغنطفيو عليها. ها هي لي بات ديالنا يعني هي توجد. نوقف عليها وكنحرك غير شويه مره مره هي وصافي. ما خص لاصوص هي وجدات نو غير لي بات توجد. ما كتاخذش الوقت بزاف لانها دغيا كتحضر. مال بنتي مالها شنو شنو بغيتي شنو 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 فين داياني بلاتي 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 تشوفي تشوفي هاي شوفي شنو عندي هنا هاي تشوفي. واخا ماما شنو هانا شنو شنو بغيتي اجي عندي شنو بغيتي شنو ديري بيزو ديري بيزو ديري الله لا انتوما ها هي قربت لي بات ديالنا توجد. انا كنتسنى فيها باش نقدمها لكم شهية طيبه ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وكنتمنى تابوناو عندي فلاشين ديالي. انا كنهضر معاكم وراجلي كيهضر معايا تلفني ما كنعرفش كاع شنو كنقول. ها هي لي بات ديالي توجدات كنخليها حتى كتشرب وكنضيف عليها داك لاصوص الطنجره كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا معايا انا حطيتها في الطبسه ديال التقديم نزينها بشويه الفرماج هكا من الفوق وكنقدمها بالصحه والعافيه. نتمنى تجربوها. ما تنساوش تابوني عندي لاشين ديالي ودعموني. كنشكركم بزاف على المتابعه وفيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم وشكرا على المتابعه.